كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة، الإعاقة هي يعني فكرة إن البني آدم يحس إن هو مش خلاص مش هيوصل لحلمه، لكن مفيش حاجة غير كده اسمها إعاقة، مفيش حاجة ممكن تمنع حد إن هو يوصل لأحلامه. ده اللي إحنا معانا دلوقتي وبنتكلم فيه. أنا شخصية بطلة حقيقي، قدرت إن هي تؤمن بإن لما بيبقى فيه إرادة مفيش حاجة اسمها مستحيل، ولما هي بتختار لعبة اختارت لعبة كمان هي بتحبها، حتى لو كان في فقدان لبصرها والبعض قد يرى ان هو يعني في صعوبه ان هي تمارس هذه الرياضه، لكن ما فيش حاجه اسمها كده. معانا بطله بتحترف رياضه الكاراتيه وكمان بتحقق العديد من البطولات والانجازات، وبتحلم ان هي ترفع علم مصر في كل البطولات وهتقدر باذن الله. معاها ايضا يعني هي مسميه الداعم والسند ليها دايما هو مدربها كابتن هيثم مسعد عبد اللطيف، مدرب كوميتي للمكفوفين. خلينا في البدايه نرحب بامنيه السيد الحسيني، بطلة كاراتيه مكفوفين. صباح الفل عليكي، بجد انا مبسوطه جدا ان انا قاعده معاكي، والناس كلها مبسوطه انك معانا النهارده. وانا اسعد والله بيهم. كابتن هيثم منورنا. نور حضرتك. وكلمات حلوه جدا ان هي يعني تطلع كمان من امنيه، ده اكيد وراه سند واكيد وراه شغل واكيد وراه دعم من حضرتك كبير. الحمد لله. يعني خلينا نبدا بامنيه لو تسمح لي الاول، لان انا عايزه اسمع منها هي. امنيه احكي لنا عنك كده دلوقتي، جمهور الاهلي وجمهور ناس كتير يعني حتى مش بس الاهلي، جمهور مصر بيتفرج عليكي، خليهم يعرفوا مين امنيه على المستوى الشخصي في البدايه، وبعد كده نخش بقى عن ممارستك للرياضه. انا اسمي امنيه السيده حسيني، لسه مخلصه ثانويه عامه والحمد لله حاصله على 91.5% الاولى على محافظه القليوبيه. يعني دخلت الحمد لله اقتصاد وعلوم سياسيه طبعا بعد انجازات اللي انا احاول اخش الكليه، والحمد لله دخلتها بصعوبه جدا بس الحمد لله دخلتها في الاخر. وطبعا صعوبات كتير واجهتنا في هذا الكليه عشان هي من الكليات اللي هي صعبه وتقيله فعلا، فكان الحمد لله دخلتها. يعني حلو قوي، برافو عليك. يعني انت ما شاء الله بطله على المستوى الرياضي كمان في التعليم، يعني ناجحه وحققتي كمان. من اولى ابتدائي انا بطله الاولى على مدرسه ما شاء الله عليك، ودخلت مدارس من اولى ثانوي لثالثه ثانوي، طلع دخلت مدارس دمج مبصرين، وبرضه طلعت الاولى على المدرسه واثبتت لهم ان انا ما فيش مش مختلف عنهم في حاجه. برافو عليكي، برافو عليكي يا امنيه. انا هرجع بقى اعرف منك كمان تفاصيل ده، لان دي قصه نجاح انت اختصرتيها بس فيها كواليس كتير عايزين نتعلم، زي ما انا كنت بقول عايزين نتعلم منها. كابتن هيثم خلينا نعرف اكتر يعني برضو عن دور حضرتك في دعم امنيه، وفكره برضو اكيد ليك دور في دعم ابطال كتير، يعني التعامل والقصص بقى اللي احنا مش عارفينها، يعني لو حضرتك تحكيها لنا برضو. ده انا الحمد لله لما بدات معاهم بمحبه الاول، هم يحبوني ويثقوا فيا، لان دي كانت اهم حاجه واهم شيء ان هم يثقوا فيا في كلامي. والحمد لله قدرت ان انا احقق معاهم حاجات كتير جدا وانجازات وبطولات، ودخلت اختبارات. بعد ما اول اختبار هم ثقوا فيا جدا، وابتديت بقى امرنهم ازاي على البطوله وازاي يقدر يتمرن وازاي يقدر يبقى هو احسن وافضل من الشخص المبصر نفسه. فطبعا كانت امنيه وسراء وزميله كلهم كانوا ابطال معايا وكانوا بيفهموا بسرعه جدا، وشفت في الاول صعوبات كتير جدا معاهم، بس الحمد لله يعني هم تحدوا كل ده في فتره صغيره جدا. حاجه تشتغل على عامل نفسي كمان ومعنوي، وده اعتقد اللي بيحرك اي بني ادم، يعني العامل النفسي والمعنوي هو ده الاساس، زي ما بيقول هو ده البنزين اللي لما بيتحط البني ادم بيقدر ان هو يعطي الكثير، لكن غير كده بيبقى فيه نوع من الاحباط للخذلان غيره. لا فمعلش الشق ده انا عايزه نتكلم فيه. هو في الاول كان في صعوبات فعلا في التعامل معاهم، وانا هحفظ ازاي؟ طب انا هشتغل ازاي؟ مساله الثقه طبعا في البدايه، وما كانش عندهم ثقه في نفسهم. انا ابتديت احط الثقه دي في نفسهم، قلت لهم لا انتوا اقوى مني، ده انتوا احسن مني، ايه ده، ده انت نازل انت بتنزل احسن مني، ده انا مش عارف انزلها، طب ازاي؟ حلو جدا. الحمد لله زرعت الثقه النفسيه فيهم الاول، فابتدى اللاعب يحبني واشتغل اقوى واحسن. ففعلا عملت دمج بين الشخص المبصر وامنيه واسراء ومي في تمرينه واحده، هم اتمرنوها مع بعض، كان هم اقوى ومتفوقين عنهم، وبقيت احكي لهم انت نازله وضع اكتر منها، انت ايدك مظبوطه عنها، فابتدت تاخد ثقه في نفسها اكتر واكتر واكتر. حلو جدا. امنيه اشمعنى الكاراتيه؟ يعني ليه الرياضه دي تحديدا؟ انا بصي انا من صغري اصلا انا كنت بتمنى اتمرن كاراتيه،
قبل عامه قبل الرياضات الثانيه، بس طبعا ربنا شاء القدر ان انا اطلب من ميس سناء اللي هي مديره جمعيه نور الشمس. فبصراحه اول لما طلبت منها كان خاصه في اخر ثانويه عامه عشان انا كنت عايزه ادعم نفسي. ايوه كانت اكتر فتره فيها فعلا محتاجه الدفاع عن النفس ومحتاجه الدعم النفسي ومحتاجه الدافع النفسي، اللي هو انا عارفه اكتر لعبه فعلا بتدفع النفس يعني بتدينا طاقه هي الكاراتيه. انت بتحس ان انت عندك ثقه في نفسك اكتر، وده كان برضو دليل اختبار. ده كان اول ده كان دليل دليل تمام الحمد لله ان انا حصولي على مجموع كويس الثانويه العامه. برضو كان صراحه كان بسبب طبعا سببهم في البيت، كان برضو كميه الطاقه والدافع النفسي اللي كانوا بيدوها لي، ما فعلا ما كانوش بحاسسني ان انا اللي بمتحن، ان هم اللي كانوا بيمتحنوا مش انا. الله عليك حرفيا. وكابتن هيثم بصراحه كان على طول بيديني طاقه ايجابيه، وكان على طول قبل الامتحان لازم يطمني ولازم لازم يديني طاقه ايجابيه، وحتى بعد الامتحان يعني كان سؤال عليا حرفيا كان بيدعمني جدا. انت انا بحب الدعم بصراحه يعني. وانت نموذج مشرف بجد مصري، انا بكلمك بجد وعايزه اروح معاكي اكتر تفاصيل عيلتك بقى يا امنيه. احكي لي اكتر عن البيت عندكم، يعني خلي الناس تفهم برضو الباك جراوند او البيت انت جايه منه. احنا ثلاثه توام واخ كبير بس انا داخله متاخره سنتين، يعني اخواتي اكبر مني في التعليم بس قد في السن. فطبعا عندنا طبعا موضوع الاحساس ببعض ده عشان توائم الحمد لله، فهم اصلا ما كانوش بحاسسني ان انا في ثانويه عامه. كانوا اكنهم بيقعدوا معايا وانا قاعده بذاكر، انا بذاكر لوحدي. بتذاكر لوحدك؟ ما بحبش حد يذاكر لي خالص، ما بس انا اتعودت على كده من صغري، فبالتالي اللي هو انا ما كانوش بحسسني ان انا في ثانويه عامه. فراح كانت كل حاجه متوفره لي، الدعم النفسي، ومثلا لما يكون عايزه اخرج مثلا بابا يخلوني اخرج عادي، يعني انا معتمده على نفسي الحمد لله. كنت بتخرجي لوحدك؟ بنزل النادي في السلام في بنها لوحدي، كنت بنزل اكتوبر لوحدي، كنت مسافره لهم من فتره كبيره من فتره اسكندرية. صغيره اسكندريه لوحدي. سافرت اسكندريه لوحدك يا امنيه؟ اه والله. برافو والله يعني. والناس خلينا برضو نعرف، لان يعني انا الكلام اللي انت بتقوليه ده يسعدني جدا ويسعد اي انسان. الناس بقى بتتعامل معاك ازاي فعلا؟ هو الناس طبعا مستغربه، هي ازاي كده، هي ازاي كثيفه وماشيه لوحدها مثلا، هي ازاي دي معاقه. انا عايزه اثبت، انا عايزه اثبت نقطه واحده، المعاق مش معاق في العين او اي حاجه. بالعكس الاعاقه دي بتبقى في الذهن او في او في القلب اصلا، في الاراده. صح. في الاراده. هي احنا لازم يبقى عندنا عزيمه واراده، ما لو ما عنديش عزيمه واراده ما كنتش اثبتت كل ده، ما كنتش قدرت اجيب المجموع ده. صح. وطبعا يعني وطبعا انا في البيت بيدوني بيحفزوني على طول، لا انت زيك زي اخواتك، مفيش فرق ما بينكم. انا مبسوطه والله بجد بسمع منك ده، يعني الواحد بياخد امل يا كابتن هيثم. لا هو لازم يبقى عندنا امل في الحياه. ده انت كل يوم بتتعلم حاجه بقى كمان من احنا بنتعلم منها. طبعا انا عايز اقول لحضرتك هي يوميا بتتصل بيا اكتر من 10 مرات. انا بزهق الكابتن تقريبا، استفسارات كتير جدا. انا اي حاجه عن التمرين كمان استفسارات. بصي هو الكابتن مش مجرد كابتن ليا، هو فعلا هو اخويا الكبير وانا بفتخر بده طبعا. يعني فعلا انا الكباتن بتوعي عامه اي كابتن بيمرني لعبه، يعني انا بلعب كره جرس المكفين كره هدف، وداخله بطولات جري كتير. اخر بطولتين واخداهم في ثانويه عامه ال 100 متر واخداهم في 15 ثانيه و 400 متر في دقيقه 40 ثانيه. ده ارقام قياسيه. الحمد لله يعني انا. لا وكانت بتلعب كوره؟ وبلعب كوره. لا بقى ده كتير. يعني انا السنه دي انا كره قدم كمان. كره هدف بتاعت المكفين. انا السنه دي الحمد لله حاصله على 5 ميداليات، 2 3 ذهبيه و2 فضه. الحمد لله. والميداليه بقى اللي في ايدك دي ايه برضه؟ دي ميداليه الكاراتيه. دي الكاراتيه. انت اخدتي حزام اصفر برتقاني صح؟ خدت حزام برتقاني لحد اللي هو رقم 2 كمان. واضح ان امنيه من اشطر يعني البطلات عندك صح؟ هو انا عندي 4 من اشطر المجموعه، انا عندي 20 لاعب مكفوفين، عندي 4 منهم متفوقين جدا، منهم امنيه واسراء وعيد ومي. من اكتر الناس اللي هم ابطال فعلا وبيفهموا بسرعه جدا. هو الصوره مثلا دي في مي اللي في النص، مي اللي في النص، اسراء اللي على الشمال، امنيه اللي هي اعمار مختلفه كابتن هيثم برضو. يعني مي واسراء 14 سنه وامنيه 21. طبعا ده كابتن ابراهيم مهدي معانا في الاكاديميه، وده برضو يعتبر برضو كان بيديني طاقه ايجابيه على طول. وحرفيا عاوز اقول لحضرتك اللي هو اللي فعل ان انا اخش الكليه وعمل حاجات بصراحه انا شخصيا من غيره بصراحه ما كنتش هعرف اعملها. الحمد لله. دي بقى الصوره اللي هي المجمعه فيهم اليوم في الاكاديميه. في الجمعيه نفسها هنا بقى ده تكريم. دي تكريم عشان الثانويه العامه كانت حاصله الاولى على المحافظه،
بس انا اتكرمت على مستوى الاداره لسه المحافظ تقريبا المفروض هو يكرمني بس مش عارفه بقى هيحصل يا حد يقدر ما يكرمكيش يا امنيه ده لازم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله دي طبعا وهي لما خدت الميداليه حصلت على الميداليه فكانت طبعا صورت في قلب طلوع الجيش ادي طلوع الجيش دي صوره جميله انت لازم تكون يا كابتن فخور باللي بتعمله بجد يعني انت بتعمل لله. حاجه محترمه جدا يعني انا مش فخور مش بجامل حضرتك والله خليك. انا مش فخور بيها ما كنتش برمتهم انا مبسوط جدا 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 ان انا بمرنهم والوقت يعني بيعدي معاهم اصلا الكابتن كان على طول يقول لنا انا بحب التمرين معاكم جدا الوقت بيعدي بسرعه جدا يعني انا قلت والله يعني انا هفضل كلام الكابتن ده حرفيا جميله امنيه جميله جميله جدا لو حافظ القران ما شاء الله الحمد لله حافظه 6 اجزاء تقريبا ست اجزاء بس طبعا بقالي كتير طبعا ما رجعتش من ثانويه عامه ثانويه عامه بصراحه اثرت عليا كل حاجه بس الحمد لله اثرت علينا كلنا والسنه دي كانت اصعب من اصعب السنين فعلا بس انت قدرتي توصلي برضه انا قدرت اوصل وقدرت طبعا افرح اهلي كفايه فرحتهم يعني انا اي نعم انا ما كنتش مبسوطه قوي بمجموعي بس هم فرحتهم انت جبتي كام 1.5 لا حلو ماله واحد انا على فكره انا جايبه 91 زيك بالظبط انا بالظبط جبت 91 وكنت بتمنى ان انا اخش اقتصاد علوم سياسيه على فكره يعني دي الكليه كان هدفي انت بقى بمناسبه اقتصاد علوم سياسيه انت دلوقتي على المستوى الرياضي يعني ما شاء الله ولسه اكيد في كتير هتقدمي على المستوى بقى المهني انت عايزه تتخرجي تشتغلي فين يا امنيه نفسي اشتغل في السفاره جدا يعني ده هدفي ان انا ابقى سفيره ملحق دبلوماسي يعني او سلك دبلوماسي حلو يا والله يا رب يكتبها لك تستحقيها بجد ان شاء الله كابتن هيثم خليني ارجع لك برده والمهم جدا ان احنا لما نيجي نقعد قعده زي كده يطلع او نطلع بفايده لان شباب كتير اكيد بيتفرجوا علينا واكيد في المحبط وفي اللي مش عارف يوصل لحلمه وفي نماذج كتيره جدا ولو الواحد استسلم خلاص بيبقى فشل لكن احنا عايزين ندي امل لان دايما في امل زي ما كنت بقول الاراده لازم تكون موجوده ويعني الاعاقه هي ان انا اقول خلاص انا مش هعرف اوصل مش حاجه ما فيش حد ما يعرفش يوصل لو انت قررت هتوصل خلينا نوصل رساله للشباب تحديدا اللي بيتابعوا انا بتمنى ان هم كل الشباب او كل الاولاد ان هم بيمارسوا رياضه لان عمر الرياضه ما كانت يعني في يعني في اعاقات تاثر فيها لا بالعكس الاعاقه هي اللي بتدي دافع للرياضه وهي اللي بتدي دافع زي امنيه مع أمنية عندنا معلش برضو عندها إعاقة بس تحدي كل حاجة واشتغلت أنا كمان عندي ونموذج ناجح نماذج تانية كثيرة كمان يعني عندي ولد داون برضو تحدى العالم كله واشتغل واتمرن وحافظ عندي ولد كان معاق على كرسي وبرضو اشتغل واتمرن وبقى كويس جدا الحمد لله فعمر الإعاقة ما تنزل طب هل أنت بقى سليم أنت راجل سليم إزاي تحبط نفسك تقول لأ صح حاجه مستحيله مفيش مستحيل صح المفروض لا اتمرن واتمرن الرياضه مش شرط كاراتيه بس لا اتمرن اي رياضه انت بتحبها اي رياضه مهما كانت كوره قدم العاب فرديه العاب جماعيه المهم انك تتمرن وتلعب عشان جسمك وعشان تقدر تستفاد منه كتير لان احنا لعبتنا هي امن قوم احنا بننشي اطفال كتير جدا من السجاير المخدرات طبعا الرياضه شيء اساسي يعني وست الرئيس تحديدا اتكلم عن الموضوع ده كتير وعن اهميه الرياضه هو داعم كبير جدا اصلا للرياضيين وللمراه ولا غيره فده شفناه على الارض وبنشوفه بصراحه وده المفروض ان احنا ندعمه وست الوزير برضه اشرف صبحي لحد دلوقتي يعني بيدعم كل مراكز الشباب ويدعم كل اللعيبه فاحنا الدور الواجب على ولي الامر ان ثقافه ولي الامر في الارياف هي ثقافة ما يخافوش على اولادهم بالعكس ما تقفلش على ابنك في بيت ما تقولش انا خايف عليه فانا بحميه غلط انت ممكن لا قدر الله الاب ده يعني في يوم من الايام هيروح وابنك هيعيش حياه صعبه جدا من وانت موجود خليه يتجرأ وخليه يندمج مع المجتمع دي مهمه جدا مش شرط ان الرياضه تبقى في الصيف بس لا وقت ما احنا عندنا في ريال اشهر ما شاء الله الرياضه اصلا يعني وحصلت على الميداليه الاولمبيه ما شاء الله عندنا جينا فاروق صحيح عندنا برضو. نماذج يعني قولي يا امنيه مثلا الرياضه على فكره يعني مش يعني انا كان واحده من الاشخاص اللي هو الرياضه كانت بتديني دفع للمذاكره جدا لما تحس ان انت بتتالقي في الرياضه بتذاكري اكتر بتذاكر اكتر بتديني دافع بس يا استاذ احمد ما هو ده برضه ده كان بسبب دور الكابتن اللي هو اصلا بيشجعني
والله انت اللي هتشجعينا بكلامك، انت ده احنا اللي هنتعلم منك بجد. والله ما شاء الله عليك يا امنيه. يعني بصي عشان الوقت خلص، انا بس عايزاكي تدي رساله للشباب دلوقتي اللي بيتفرج عليكي منك، انت تبقى طالعه تقول لهم ايه بقى يا امنيه؟ انا هقول لهم مارسوا رياضه، وعشان فعلا الرياضه بتديكوا دافع وبتديكوا بيخليكوا عندكوا عزيمه واراده. وهقدم بس نصيحه لكل ام عندها بنت كفيفه او ولد كفيف، سيبوهم يعتمدوا على نفسهم، بلاش تبقى عندهم تحبسوهم زياده عن اللزوم. كابتن هيثم نورتنا، امنيه رساله جميله منك ونقطه مهمه اللي انت ذكرتيها، وباذن الله كل التوفيق بجد، وترفعي اسم مصر بجد في المحافل الدوليه زي ما انت وعدتينا ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، شكرا لكم جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم.